السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض يعني دقة الفول. دقة الفول ديت جميلة جدا وريحتها جميلة جدا وبتوفر عليكي كتير، يعني بتوفر. انت تطلعي توابل وتحطي زيت وتعملي، يعني هي بس رشة منها او معلقتين منها هتعملي احلى فول. يلا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول المكونات بتاعتنا، يعني المكونات بتاعتنا بسيطة جدا متوفرة عندنا في ايه، في مطبخنا. معايا فصين ثوم، فصين يكون حلوين كده، ونص حزمة بقدونس، ونص حزمة كزبرة، نص ونص. دول هيتفرموا كده مع بعض. ومعايا البهارات بتاعتنا، معايا كزبرة وشطة حسب الرغبة وملح وكمون. بس كده البهارات بتاعتنا بسيطة، ما بنكترش قوي في الفول عشان ما يطغوش. ومعايا فنجان ليمون او 4 حبات ليمون، وربع كوباية زيت حار، ربع كوباية، وربع كوباية زيت عادي اللي هو زيت زيتون لو حابين، او زيت دوار الشمس، او زيت الذرة اللي موجود عندكم بتحطوه، ومعلقتين بس من الخل. مش عاوزين نكتر عشان مش تبقى الخل لازع في الفول. وبعد ما حطيت الكزبرة المفرومة ناعم والشبت، كزبرة وبقدونس فرمتهم ناعم كويس، ولو حابين شبت على فكرة مفيش مشكلة، ممكن الشبت يعني، بس انا حطيت بقدونس وكزبرة بس. هحط معلقة كزبرة ناشفة، رشة شطة زي ربع كوباية، يعني ربع معلقة شطة، مش عاوزة يعني كتيرة عشان احنا مش بنحب الحر قوي. والملح معلقة، معلقة مش مليانة قوي، واحنا لو حابين بقى ما نيجي نحطه على الفول، حابين نحط ملح نحط براحتنا يعني. ومعلقة كمون كبيرة. طبعا انا قلت مستحب ان احنا نشوح طبعا التوابل ديت، يعني نكون مشوحينها عشان تبقى ريحتها زهرة كده وفريش وريحتها تبقى جميلة. لو هي مطحونة عندك ممكن نحطها في الطاسة ونشممها النار، يعني دقيقة كده على النار بس، الزيوت بتاعتها هتطلع والريحة بتاعتها الحلوة دي هتطلع. بس انا كنت عاملة التوابل بتاعتي ومظبطة، مشوحة وطحناهم ومظبطاهم، يعني عشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين. بس كده بالشكل ده اهو. هنزل بقى بفنجان الليمون او 4 ليمونات كبار، وهنزل بالزيت. وبعد ما نزلت بالزيت الحار هصب بردك ربع كوباية زيت عادي. طبعا دي المادة الدهنية للفول بتاعنا، يعني احنا مش هنحط مادة دهنية، كفاية الخلطة دي. طب انا حطيت ربع كوباية زيت حار وربع كوباية زيت دوار الشمس بقى، او زيت زيتون لو حابين، او زيت ذرة اللي انتوا حابينه هتعملوه. هقلب الخليط كده مع بعض. وهنجيب معلقتين كبار خل، معلقتين كده، يعني دي معلقة وادي تاني معلقة، معلقتين بس من الخل. مش عاوزين نكتر الخل قوي عشان طعمه مش يكون باين كده في الفول بتاعنا. بقى كده بالشكل ده. هجيب بقى كوباية مية وهنحطها، ادي كوباية مية. كده اخدت معايا كوباية ونص مية بنفس المعيار بتاع، يعني كوباية اللي كنت بقى عاملة بيها الزيت يعني. طب انا هي كده اخدت معايا كوباية ونص مية، كوباية الشاي العادية بتاعتنا خالص. بقت بالشكل ده، لونها جميل جدا.
وطبعا انا فرمه البقدونس والكزبره معايا كويس، عشان اللي مش حابب اللي هي تبقى الكزبره والبقدونس باين في الفول، بس بيدي ريحه جميله جدا، والتتبيله دي جميله جدا جدا يعني. معلقه بس او معلقتين مع الفول، ما شاء الله الطعم بتبقى جميل جدا. هنحطها بقى ايه في ازازة مع بعض. جبت ازازة، اي ازازة عندكم، او بطرمان ازاز، بس اهم حاجة تبقى ازاز مش بلاستيك. تمام، انا غسلته كويس وكده، نشفته تمام عشان احتفظ بيه في التلاجة. اما حاجة ازاز مش بلاستيك. فجبت القمع ده عشان انا عندي الطبق واسع، مش شفشق مثلا او حاجة، وهنزل الخليط ده بالشكل ده. هنزل الخليط بالشكل ده، وبعد ما صبيته بالشكل ده، ده بقى شكله. حابين بقى نزوده تاني ميه، كوبايه ميه كمان. تمام، ده كده الخليط عندي مركز جدا، يعني ممكن معلقه معلقتين بالكتير قوي هتعمل معانا الفول، دقه الفول بتاعتنا. وريحتها مش عاوزه اقول لكم، ريحتها جميله جدا، ويعني استعمالاتها معانا يعني طول شهر رمضان والفول هتغنينا، زي يعني يعتبر الخلطه دي اصلا زي بتاعت المطاعم اللي بره. ريحتها جميله، زي ما بنجيب فول متوضب من بره بتبقى ريحته جميلة. الدقة ديت نفسها بالظبط، ان شاء الله هتجربوها وهتقولي رأيكم فيها ايه. نعمل مع بعض طبق فول بالدقة بتاعتنا. تمام، انا دوت الفول اللي انا دمسته معاكم في القناة، انا جبته وضربته في الخلاط وسخنته على النار. تمام، قبل بقى ايه استخدام الدقة لازم ايه نرجها كده، عشان لو في حاجة مترسبة تحت تطلع لفوق. وهننزل بيها بالشكل ده، الكمية اللي انتوا حابينها بقى. دي طبعا ايه المادة الدهنية بتاعتنا والخلطة بتاعتنا الجميلة جدا، ريحتها جميلة جدا. وبعد ما تخلطوها دوقوا، لو احتاج ملح هتحطه، اما تحطوا اي حاجة تانية لا، مش انصح يعني. هي كفاية ما شاء الله ريحتها اصلا يعني جميلة جميلة، يا رب فعلا تجربوها عشان هتعجبكم ان شاء الله. بس كده، لو عاوزت بقى احط ملح هبقى احط. تمام، عاوزين بقى تحطوا في المرحلة ديت معلقة طحينة، هنحط. بس انا ايه هكتفي كده بمعلقة طحينة على الوش. انا عاملة برضك طحينة، وان شاء الله هقول لكم على الطريقة بتاعتها، سهلة وجميلة وموفرة جدا. هنزل كده بمعلقة طحينة على الوش، وممكن تعملوا طحينة يعني بعد ما تعملوا الطحينة في البيت تجيبوا شوية كده تخصصوها للفول والكلام دوت، اللي احنا هنحط طحينة وزيت وليمون ونخليها كده بس ايه للفول، بتبقى ريحتها جميلة جدا برضك. الطحينة بتبقى جميلة جميلة يعني. وادي طبقنا اهوت، هنحط كده شويه على الوش، شويه صغيره بقى عشان انا حطيت كفايه، شويه بس صغننه كده. وادي طبقنا، يا رب يعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين، وشكرا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.